الإعلامية المحبوبة جدا والمثقفة والراقية سمر أبو خليل. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير سير. مساء الخير، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله دائما بالصحة، هيك صرنا نقول المساء الخير. مساء الخير لكل المشاهدين، إن شاء الله يا رب هيدي أكبر نعمة، الصحة للجميع ومن بعدها الباقي كله تفاصيل. صحيح. سمر، لفتنا التغريدة اللي كنا عم نشوفها سوا على الهواء، بداية ليش قررت تحكي بمقدمة البرنامج عن موضوع هيدا التنمر؟ بصراحة سيرج، يعني أول شيء خليني أقول أنه أنا من هيدي الناس، أنا بالنهاية لبنانية وعايشة بلبنان وعم بعيش تفاصيل كل شغل يمكن بعيشها أكثر من غيري، لأنه نحن بنعرف كواليس أكثر من غيرنا ومنتابع أكثر من غيرنا. أنا كمان من سنة صرخت وقلت لهم قرفتونا، وصرخت وقلت لهم الله لا يوفقكم، وهلأ بقول الله لا يوفقكم، لأنه نحن تشقلبت حياتنا فقانة تحتاني، ونحن عنا أولاد وعنا أهل وبدنا نعيش، وهيدا بلدنا وهيدا وطننا، وتعبنا بحياتنا وسرقونا وعملوا كل شيء، وأنا مع هيدي النظرية 100% لأني من هيدي الناس. بس كمان في عنا في شوية معيار أخلاقي. شو اللي خلاني أعمل هيدي المقدمة؟ هي إنه مبارح ثاقبت بالليل، يعني قاعدة عم تابع تويتر مثل العادة، ما بصير لي أقرأ كتير إلا بالليل. قاعدة عم تابع شيء مخيف، كمية الحقد والكراهية اللي صارت موجودة بقلوبنا. أنا عم بقول بقلوبنا، ما عم دين حدا، أنا جزء من هيدا العالم، أنا كمان عم بعصب، وأنا بقول أنا كمان بقول إن شاء الله تموتوا، وأنا كمان بقول الله لا يوفقكم وكل هيدا الأمور. بس قريت شيء ما كنت بحلم بتخيل بحياتي إني أقرأ. أنا مع الناس، أنا من الناس وأنا موجوعة مثلهم، بس عن جد كتير غلط هيدا الشيء اللي عم بيصير، كتير لا إنساني، وهيدا الشيء اللي قلته أنا. طيب اليوم لما بتقرأ كان في مجموعة سياسيين وزراء ونواب ورؤساء سابقين ورؤساء أحزاب، الكل عم بيعزي، عم يكتب تويت تعازي في الراحل جعبان. لا، مش معقول اللي بتشوفه. يعني قريب تعليقات عند الكل، عند الوزير جبران باسيل، عند الرئيس بري او حدا من قبل الرئيس بري، عند قيادات بحزب الله، عند وزراء ونواب من كل الاطياف، قوات ومرد وكتائب، ما بقي حدا من قال له كلمه عقبالكم. طيب عقبالكم ما في مشكله، بس في كلام كثير خارج عن الشيء الانساني. بس التنمر مش شيء جديد سمر، يعني دائما عم بيكون في تنمر من زمان لهلا. سيرج، أنا مني ضد، متمنى لهم الله لا يوفقهم، نتمنى لهم كمان يخسروا أموالهم وكل شيء مثل ما نحن خسرنا كل شيء بنملكه، حتى خسرنا شو بدي أقول لك، أبسط تفاصيل الحياة، أبسط مقومات الحياة خسرناها، نحن ناس عايشين ميتين بهيدا البلد. بس أنا الفكرة اللي انتقدتها فكرة طيب منحاسب، هلا بتقولي لي ما في دولة ما في خي، منحاسب بالشارع، منحاسب بالشارع، منجرب ننزلهم عن عروشهم، اوكي، منجرب نفضحهم ونكشفهم ونقشطهم كل شيء بقضاء بشو ما بدك، اوكي، بس قديه بشع. انا عم بحكي من الناحية الإنسانية مش أكثر، من ناحية الإنسانية الأخلاقية، نحن بالنهاية أولاد بلد، نحن أولاد قيم، بكرة بتخلص هيدي المعمعة كلها على بعضها بدنا نرجع نلتقي، ما بقى حدا قادر يطلع بوجه الثاني. طب ما هيدا صار شيء صعب وبشع كثير، ونحن أصلاً الموت محاوطنا من وين ما كان، وكل واحد عم يفقد أهل وعم يفلو، عم يفقد أصحاب وعم يفقد محبين. هيدي الشماتة بالموت شيء كثير بشع يا سيرج، هيدا اللي أنا انتقدته. أنا من لا عم دافع عن حدا ولا عم لا عن علان ولا عن فلان ولا عن حدا، كل واحد إن شاء الله بيستاهل يلي الله كاتب له إياه ويلي لازم يصير فيه. من أجمل الكلام الجلد يلي سمعته اليوم هو وعظة المطران بول عبد الساتر، سلخ سلخ، بس ما تمنى لحدا الموت، ما قال لحدا عقبالك انك تموت، حكي عن محاسبه، قال لهم ما حدا بياخذ معه شيء، قال لهم الاكفان مع الاجياب، قال لهم انهم وصل لاقصى درجات البهدله. بس انا عم بحكي عن نقطه معينه يلي هي الموت، يلي هو هيدا شيء مقدس عمليا،
طيب شو معناتها؟ شو بتحس مثلا لما بتقرا تعليق؟ انا قريته مثلا، ثقه بتقريته عند الوزير جبران باسيل، بس قريت هو ذاته عند توني فرنجي، وقريت هو ذاته عند ايليل فرزلي. للاسف يمكن نفس الشخص كاتب التويت ما انتبهت، لما بيقول له انه عقبالك وان شاء الله ما بينقوا منك ولا شقفه تما يكون لك قبر حدا يزوره. طب هذا شو اسمه؟ لا، في شيء مش طبيعي بقى صار. سيرج، انا لا بدافع عن حدا، انا ضد الكل وانا مع محاسبه الكل، وانا مع انه الناس تاكلها بتاكلهم بسنانها، بس انت مع احترام الكل. بس مش احترام الكل، انا عم بحكي احترام مش الهم، هن ما فيك تحترمهم. الاحترام الذات احترام ما تبقى من انسانيتنا. نعم. يا سار. نعم. هيدا اللي انا عم اقوله. صحيح. فينا نعمل شو ما كان بس بلا ما نخسر ذاتنا. سمر ابو خليل، فقط ثلاثه لنا انه خلينا بس نحافظ على شوي انسانيتنا، هيدا اللي بتميزنا عن غير البشر. هذا هو هدف الاطلاله، انه يوصل صوتك اللي نحن اكيد بنوقف معك، وخاصه اللي عم تحكيه ضروري كل شخص عنده نيه التنمر يفكر قبل ما يقوم بحياة الشيء. شكرا لك الاعلاميه المحبوبه سمر ابو خليل.